السلام عليكم حبيبي دقلص، شلون احوالك؟ شو مسوي ما مسوي؟ شكو ماكو حبيبي؟ هاي موسم تزاوج هسه الطيور، ودقلص هنا قاعد وحيدا فريدة، يكسر الخاطر ويثير الشفقة. اتمنى يحصل له انثى ويروح بحال سبيله، او حتى لو يتزوج بالحديقة، لكن مثل ما تعرفون صعب تربى عندنا، ما يريد الغربان او شي. اذا اجى غراب هنا بالحديقة يهرب، وهاي مشكلة كبيرة. دقلص حبيبي، هاي الحركة يسويها الغراب اذا اراد يتزاوج، لأن هسه الربيع تقريبا راح يدخل بشهر الرابع، وربيع لكن جو بارد. تعال دقلص، تعال تعال دقلص، تعال، اللي يريد يدخل البيت. تعال دقلص، تعال، كل ما اريد اشتغل بهالقفص الجو بارد وما يشجع، باردة كلش. حبيبي دقلص، الكروانات مرتين بيضوا، البيض دائما فاسد. اسباب هواي، الذكر مرات يتقدم بالعمر او شي، احتمال راح اغير هذا الذكر، لان اذا بيه فراخ وميتات سبب الحضانة مو شي، لكن البيضات اربعة شفتهن ما بيهن حتى تلقيح مملقحات، والخلل يعتبر بالذكر. يعني انا منصب لهم هذا العود، الستاند كلش ممتاز. هاي الرصاصيات يشبه الكيتي، هذا احتمال راح اغيره. هاي ان شاء الله الدره يبشرون بخير، لان عمليه التزاوج تمت والانثى دائما تقعد البيت. لكن اول علامه الببغاوات اذا تعرفها بيضه مع بيضه، لا تفتح العش، احسن الصندوق لا تفتحه. اذا شفتها بالليل ما تطلع، تبات بالعش وهي بصحة سليمة، إن شاء الله هاي علامة أولى إنها مبيضة. كل الببغاوات طيور الحب، إن شاء الله جاي أسوي لهم قفص أحطهم برا. هذا القفص جدا صغير، لذلك أضطر أخلي البياضة برا برا القفص، بس فتحتها لي جوا. حصلت اثنين طيور الحب إنجليزيات، هاي البيضة وهاي الزرقاء، لكن للاسف هو صاحبي ما يدري بيهم، حسب النثر وذكر طلعوا اثنينهم انثايه. رحت ذاك اليوم اشتريت هذا الاصفر الانجليزي، اخشن منهم كبير وشكله حلو، وتزاوج ويا هاي. ان شاء الله ننتظرهم. من خلال تجربتي ويا طيور الحب شفتهم اكثر شيء من الطيور هم سريعين التفريخ، الانتاج مالهم ما شاء الله جدا ممتاز، والتفريخ هواي. هاي البيضة راح اجيب لها ذكر انجليزي ايضا، هذا الكروان الاليف الحباب جدا اليف. ننتظر كيتي، لحد الان كل شيء ماكو، يعني يتزاوج بكثرة ومستمرين بتزاوج، لكن البيض ماكو شيء بعده. السلام عليكم، السلام عليكم. ان شاء الله لو بيضوا ذولا وفرخوا هم انزل مقطع لهم. هاي الزرقة ابوها انجليزي وامها استرالية،
هذا الأصفر إنجليزي 100%، خشن ومنظره جميل حلو. والسلام عليكم. منو؟ منو؟ حبيبي حبيبي، بوسة بوسة.